وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين العليان. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين. بداية، محمد حلبوسي في أول تعليق له على التصويت على قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق قال إن الحضور البرلماني شيعي وليس عراقي، كيف تقرأ هذا التصريح؟ يعني هو واضح أنه ليس هناك إجماع على اتخاذ موقف بشأن الوجود الأجنبي في العراق. البعض يعتقد أن الوجود الأجنبي في العراق عامل توازن ما بين النفوذ الإيراني وحلفائهم في الإقليم، ويعني قد يحمي مصالح البعض الآخر هذا الوجود الأجنبي. وأنا أعتقد أنه أي وجود في العراق أجنبي أو من الإقليم هو مضرة كبرى للعراقيين بكل تلاوينهم، ولا يجوز في كل الأحوال لا يجوز يعني التصويت على بقاء قوى أجنبية في العراق. قد نختلف على التوقيتات وعلى أساليب العمل وعلى الإجراءات، لكن من 2003 إلى اليوم ما الذي جناه العراقيون من الوجود الأمريكي سوى الويلات والانقسام والجرائم والقتل والاعتقالات وتدمير البلد وتمزيقه؟ الوجود الأمريكي والإيراني في العراق كلاهما كانا يعني يتبادلان المنافع على حساب العراقيين، يتبادلان تقاسم النفوذ على حساب العراقيين ودمائهم وأموالهم ومستقبل أبنائهم. يعني وبالتالي أن تخلص اليوم من نفوذ أمريكي سيكشف النفوذ الإيراني في العراق، وستكون في مواجهة مع نفوذ واحد، يعني أهون الشرين، واحد من الاحتلالين أن يرحل من العراق شيء إيجابي وليس شيء سلبي. لكن طيب، هل تعتقد أستاذ حسين أن الحلبوسي رأى ما لم يره باقي المكونات العراقية وأن القادم ليس كما يدعون؟ وهل يعني مطالبته بالتصويت لتخويل عادل عبد المهدي بكافة الصلاحيات للبت في أمر إنهاء الوجود الأجنبي في العراق مناورة سياسية منه؟ أولا هو قرار انفعالي، واضح أنه قرار انفعالي. حتى تنجح في قرار من هذا المستوى أنت تحتاج إلى إجماع. كان الأولى في يعني طبعا هذه الكتل أنا لا أراهن عليها ولا أحلل باسمها ولا أتحدث باسمها ولا أثق حتى بقراراتها. هم لا يستطيعون العيش بدون احتلال، سواء كان الاحتلال من الجوار أو الاحتلال من البعيد. هؤلاء يعتمدون على احتلال وهؤلاء يعتمدون على احتلال، وبالتالي المحصلة النهائية الخسارة للعراق وشعبه. ما يقوله الحلبوسي أنه ليس هناك إجماع هو توصيف لمشهد قائم، يعني هو ليس يعني اختراع، هو توصيف لمشهد قائم. لو أجمع حتى كتل العملية السياسية الراهنة التي لدينا عليها 1000 اعتراض واعتراض، لو أجمعوا اليوم على خروج القوات الأجنبية وبشكل قانوني وعقلاني وبشكل تفاوضي، لا وفروا على نفسهم جزء من المعركة مع الأمريكي. اليوم أنت رايح بطرق القرار، ما بيدك شيء. يعني أنت اليوم رايح لمواجهة الأمريكي بدون إجماع، الكردي بصفحة، العربي نصفه هنا ونصفه هناك، وبالتالي أنت ستزيد الطين بلة في هذا الأمر ولن تحل مشكلة الوجود. لكن الوجود من حيث المبدأ هو أصلا مرفوض، يفترض أن يرفض كل الناس في العراق. وصلوا العراق إلى مرحلة أن يتوسلوا الوجود الأجنبي، وهذه كارثة، يعني كارثة بالمعنى العام. أنا نكاية بفلان سأصوت بالاتجاه الفلان، وهذا ما هذا هذه ليست سياسة، هذا ليس عقل. اليوم العقل غائب في العراق، ولا أحد يفكر بمصلحة البلد ولا مصلحة الوطن ولا أحد معني بهذا الموضوع. النخب الفاسدة يعنيها أن تحافظ على مصالحها في وجود احتلالين أو ثلاثة، أو حتى فليحتل العراق من قبل كل الدنيا. طيب، بالمقابل يعني وزير الدفاع الأمريكي يقول إنه لا توجد هناك أي نية للانسحاب من العراق، ويعني برأيكم هذا رد الفعل هل كان متوقعا من الولايات المتحدة على تهديدات الكتل السياسية في العراق؟ يعني هو الولايات المتحدة لا تستجيب لا لتهديد ولا لوعيد، ولا يعنيها كل هذا الموضوع.
تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية لا تأخذها دائما على محمل الجد، كانت سلبا أو إيجابا. الوجود الأمريكي في العراق الذي يحدد أن يبقى أو يرحل هو الربح والخسارة. الأمريكان براغماتيين، يهمهم الربح قبل أي شيء. إذا ما كلفهم الوجود في العراق ثمنا فسيغادروا قبل أن يجف تصريحهم على الورق. يعني بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية لم تخرج من مكان طوعا، ولم تدخل مكانا إلا وعرفت به فسادا. فأن يقول إسبر سيبقى أو يرحل، هذا رهن بإرادة العراقيين. إرادة العراقيين في الشارع، إرادة العراقيين في مواجهتهم، إرادة العراقيين. لكن اليوم في بلطجة أمريكية كبرى في ظل ظرف عراقي منهار. ماذا لو يعني ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية للعقوبات على العراق؟ وليتها تفعل، ليتها تفعل، لأنه أنت في كل الأحوال خسران كل مقدراتك. إذا ما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية فستفلس حكومة الفاسدين في العراق، وستستولي أمريكا على مقدرات العراق في الخارج. هذا سيدفع عملية التغيير بشكل أسرع في العراق. الأمريكان غير معنيين بتغيير جدي ديمقراطي إيجابي من خلال الشارع. الأمريكان يخشون التغيير من خلال الشارع ألف مرة بقدر التغيير الحاصل في العراق. طيب أستاذ حسين، يعني هنالك أنباء تتحدث عن أن القوات الأمريكية بنية إنشاء مطار عملاق لقاصفات B-52 في قاعدة عين الأسد. يعني هذا الأمر ما الذي سيغير على المواقف السياسية؟ الولايات المتحدة الأمريكية يعني تقيم القواعد في غرب وشمال العراق ليس حبا في العراقيين ولا استهدافا للعراقيين. هي في حالة صراع إقليمي، هي في لديها رغبة في قطع تواصل محور إيران روسيا سوريا. هناك اتجاه جديد في العالم، هناك صراع جديد في العالم. قبل أسبوعين أو أقل من أسبوعين كان هناك مناورات بحرية روسية صينية إيرانية، وهذه السابقة هي التي قد تكون وراء كل التصعيد الأمريكي. الولايات المتحدة عندما تستهدف إقامة منشآت بمحاذاة سوريا هي تهدف إلى عزل العراق عن سوريا. واضح المشهد، عزل النفوذ الروسي الإيراني من التمدد والوصول إلى يعني طريق الحرير وآسيا. هذا ما هذا في المشروع مبين ذاك هو، لكن احنا غرقانين بالتفاصيل الصغيرة ودنتوه عن المشهد الأكبر. الولايات المتحدة الأمريكية لا يعنيها أمر العراق في شيء سوى أنها يعني سوى أنه ورقة في إدارة صراعات المنطقة. طيب، يعني محللون يرون أن إيران عاجزة عن مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. برأيكم هنا هل ستكون الميليشيات العراقية أداة إيران في ذلك الصراع؟ ومؤكد الإيراني كما الأمريكي لا كليهما لا يريدان صراعا مباشرا كلاهما. اليوم القرار اللي اتخذه الأمريكي صعب الأمر على الإيراني، مما دفعه لأنه يدخل يعني يضطر إلى الحديث عن الدخول مباشرة في مواجهات، لكنها لن تكون شاملة. الإيراني يتحدث عن مواجهات محدودة، والأمريكي يتحدث عن مواجهات محدودة كلاهما. والأمريكي والإيراني لديهم أوراقهما التي يتصارعان بها على أرضنا وبدمائنا وبأموالنا. لا تستبعد غدا بكرة أمريكا ستشجع أطراف عراقية في مواجهة ويخلقون حرب جديدة ويخلقوا داعش جديد وشيء جديد شبيه بداعش إن لم يكن داعش، وبالتالي خلق اضطرابات لعدم استقرار العراق لاستمرار الوجود الأمريكي آمنا مطمئنا. يعني هم قد يفتحوا باب في العراق لاستنزاف العراقيين كلاهما للوصول إلى تفاهمات. أنا أعتقد الإيرانيين ليسوا بصدد الوصول إلى تفاهمات قريبا مع الولايات المتحدة الأمريكية. الحديث عن تفاهمات، الحديث عن تنازلات، أنا أعتقد أنه بدأ يبتعد. الإيرانيين اليوم جزء من محور لن يتصرفوا بعيدا عن محورهم الروسي الصيني. الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين العليان كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.